بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على التغيرات الكروموسومية المجموعية، ودي تكملة للمحاضرة السابقة. يبقى النهاردة بنتكلم على التغيرات الكروموسومية المجموعية البوليبلويدي، وهي تكملة للمحاضرات السابقة الخاصة بالتغيرات الكروموسومية. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على التغيرات الكروموسومية التركيبية وأنواعها وأشكالها وأمثلة ليها والأمراض الناتجة عنها. النهاردة بنشوف صور التعدد الكروموسومي المجموعي البوليبلويدي في النبات وفي الحيوان. التغيرات الكروموسومية المجموعية بتشمل الهيئة الكروموسومية كلها، بمعنى ان بنلاقي المجموعة الكروموسومية الكاملة اللي هي الان بتكرر او بتنقص في كمجموعات كاملة في الجينومات، ويعبر عن العدد الكروموسومي الاساسي اللي احنا بنعرفينه باسم ان. دوت هو الرقم الاختزالي او الاسم اللي بيعبر عن العدد الاختزالي لنصف عدد الجاميطات، يعني نصف عدد الكروموسومات. يعني لو قلنا الانسان 46 كروموسومي وبان في الانسان بتساوي 23، وبالتالي الخلية العادية اللي معظم الكائنات بتبقى 2N، لكن الجميطة او حبة اللقاح او اللي بيتم التلقيح بيها او البويضة هي بيبقى بنسمي ان العدد الكروموسومات اللي موجود فيها بيبقى N، نصف العدد الكروموسومي الطبيعي. ولكن ما يحدث في الطبيعة ان بيحدث اشكال اخرى من التغيرات الكروموسومية اللي بينتج عنها يا اما ضعف هذا العدد يا اما نصف هذا العدد، فبالتأويل اللي بنسميها الايوبلويدي. فبنشوف دلوقتي ان النصف العدد اللي هو ان الهابلويد، معنى كده ان في نسخة من كل كروموسوم زي ما احنا شايفين، دي بنسميها الان، والكائن ده التركيب ده بنسميه الهابلويد. لو في نسختين من كل كروموسوم من كل نوع من انواع الكروموسومات الموجودة دي بنسميها الديبلويد، ودوت اللي بيتبعه معظم الكائنات، وده اللي بيبقى كائن متزن وراثيا، و ده اللي احنا معظم النباتات والحيوانات تتبع لهذا الديبلويد او الشكل هذا الطراز. الطراز الثالث الموجود ان هو الترايبلويد، ان هو بيبقى فيه ثلاث كروموسومات او ثلاث نسخ من كل كروموسوم ترايبلويد، وده تضاعف مجموعي، وده هنشوف ده يعتبر من ضمن الحالات الشاذة، وهنشوف بعض الامثله منها في النبات والحيوان. الحاجه ممكن يكون تترابلويد، ممكن يكون تضاعف دوت اربع مرات، يكون كل في اربع نسخ من كل كروموسوم وهكذا، وفي هيكسابلويد وهكذا. فبالتالي من اول ما بتزيد عدد الكروموسومات دوت وبيبقى في اكتر من نسختين، ده بيبقى نوع من انواع الطفرات والتغيرات الكروموسوميه العدديه المجموعيه اللي احنا بنسميها الايوبلويد. اول حاجة هتشوفها الهابلويد، الامثلة على احادي المجموعة المونوبلويدي، اللي بيبقى المونوبلويد دوت او احادي المجموعة الكروموسومية. هل موجود في الطبيعة كائن يكون احادي المجموعة الكروموسومية ويقدر يعيش او لا؟ وهنشوف امثلة ليها في النبات والحيوان. احادي المجموعة المونوبلويد يحمل جينوم واحد، يعني ان موجود عنده ان مجموعة واحدة من الكروموسوم، نسخة واحدة من كل كروموسوم. والعدد الاحادي اللي هو الان يوجد عادة في جميطات الحيوانات الثنائية، ولكنه غير طبيعي في الخلايا الجسمية. الخلايا احادية المجموعة الكروموسومية في الحيوان مثلا، هناخد امثال عنها او نشوف شكل من اشكالها. اللي هو احادي المجموعة الكروموسومية نادر الحدوث في الحيوان غالبا، ولكن ذكر النحل وبعض انواع الحشرات الاخرى، زي كل الحشرات الاخرى، زي يعني في امثله كتير عليها في بعض الحشرات، تحتوي على خلايا جسميه على هيئه كروموسوميه فرديه اللي احنا بنسميها الان. وبالتالي ده احد الامثله الشاذه او الغريبه، ان يكون في الحيوان وخاصه في ذكر النحل بنبص نلاقي بتحتوي خلايا جسميه فيها على واحد ان. في النبات في امثله كتير على الهابلويد او نباتات احاديه المجموعة الكروموسومية، وهي تتميز او بيبقى شكلها بيبقى واضح، مجموعة الأحادية مجموعة بصغر الحجم وأوراق صغيرة وحيوية ضعيفة ونسبة عالية من العقم. دي نباتات زي ما احنا شايفين هنا الواحد اكس
هنا وده الطبيعي الاتنين اكس، الفرق بينهم بيبقى يعني بتبقى اصغر حجما واكثر في العقم وهكذا، ولكنها بتعتبر اداة تجريبية زي ما هنشوف بعد كده كويسة في بعض التجارب. العقم بتاعها بيحصل ازاي؟ العقم بيبقى عدم الانتظام الميوزي، فمثلا لا يحدث تزاوج كروموسومي حيث انه توجد مجموعة واحدة من الكروموسومات، يعني بيبقى مجموعة واحدة فهتتزاوج مع ايه؟ بالتالي بيحصل عقم في هذه النباتات غالبا، وبالتالي تكاثرها لا يتبع الطريقة العادية في التكاثر. وعلى ذلك يعني حتى لو نجح الانقسام الميوزي هنبص نلاقي ان الكروموسومات بتتوزع بدون نظام للاقطاب، وبتكون الجاميطات الناتجة حقوق اللقاح او البويضات الناتجة يعني عقيمة، ولذلك نظرا لان احادية المجموعة لا يحدث بها انعزال ولانها بتحتوي على مجموعة مفردة من الجينات، بتعتبر أداة تجريبية هامة. يعني ابتدوا يستخدموها في التجارب عشان دراسة الجينات لأنها موجود فيها نسخة واحدة من الكروموسوم أو وبالتالي نسخة واحدة من الجين، وبالتالي ممكن أدرس الجينات ووظيفتها وأدائها بسهولة في هذه النباتات. فابتدوا ينتجوها تجريبيا أو معمليا، إن هم بياخدوا حبة لقاح من أو البويضات الفردية دي ويبدأوا يحطوها على تيشو كالتشر أو اطباق للتنميه في كزراعه انسجه، ثم يبداوا ينتجوا نباتات مونوبلويد بلانت او نباتات فرديه، يعني بيعملوا اجنه من الخلايا الفرديه ديت سواء كانت حبوب لقاح انسر كلتشر او ويبداوا يعملوا منها امبريو او جنين، ويبداوا يعملوا منها مونوبلويد بلانت او نباتات فرديه، وبالتالي عمليا انتاجها كان بيفيد جدا في عمل استخدمها كوسيله للتجارب ودراسة الجينات بتعمق. النوع الثاني من التغيرات هو البوليبلويدي، وده بيحدث كثيرا في النبات. البوليبلويدي ان المجموعة الكروموسومية بتبقى اكتر من مجموعة، يعتبر كام متعدد المجموعة لو كان في خلايا زي ما بيقولوا 3 جينومات او اكثر، يعني من اول 3 بيعتبر يعني اكتر من 2 بيعتبر متعدد المجموعة. هنا زي ما بنشوف هنا هي بس مدين صورة كده كمثال، فراولة مثلا نورمال فروت 2 ان ده الطبيعي، ولكن الفراولة الكبيرة بيبقى فيها بوليبلويدي بيعملوها 4 ان، وبالتالي بتبقى اكبر حجم النبات بيبقى اكبر وحجم الثمرة كمان بيبقى اكبر. تحتوي نصف الاجناس النباتيه المعروفه على تعدد مجموعي، يعني في النبات الظاهره دي موجوده بكثره كظاهره بتحدث كثيره في النبات. ثلثي نجيليات يعني حوالي 2/3 النجيليات كلها متعدده المجموعه، بينما يكون مجموعي التعدد المجموعي طبعا في الحيوان زي ما قلنا بيبقى نادر. واحد اسباب ليه دايما الشذوذات الكروموسوميه بتبقى نادره في الحيوان اكتر من النبات، لان احد الاسباب ده كان التوازن الجنسي في الحيوانات اكتر حساسيه، لان في الحيوان الخلايا الحيوانيه تبقى حساسه شويه، فبالتالي بيبقى تعدد التغيرات الكروموسوميه نادره في الحدوث. اما في النباتات بتحدث بكثره، فبالتالي النبات بيبقى ماتيريال كويس للدراسات الوراثيه. كما ان العقم يصاحب الحيوانات كما كلما ابتعد عن التركيب الثنائي، كل ما يكون الكائن او الحيواني اكثر بعدا او تغير فيه عن التركيب العادي الطبيعي اللي هو 2 ان بيحصل فيه عقم وبالتالي غير مناسب. هنشوف دلوقتي مثلا الكائن بيحصل ازاي. زي ما قلنا كائن ديبلويد عادي بيحصل نوع من انواع التنوع او السبيسيشن، اللي هو بيبقى من الكائن ده طلع منه ادي 2 ان او هنا 2 ان بيطلع منه نوعين، ممكن اللي هو اي اي مثلا دولت من افضل اصل الكومون انسيستور او الاصل المشترك اللي حصل بيه تنوع وطلع نوعين نباتيين جداد. ممكن هذين النوعين النباتيين جينوم من ده بالصدفه حبه لقاح ان من هنا وان من هنا ويتلتقوا مع بعض ويحصل تهجين ما بينهم، وبالتالي كون هذا الشكل المختلف الجامع ما بين
النوعين دول، والنوعين دول حصل تضاعف او دبلج ما بينهم الدوبليكيشن وابتدى يكون. هنا بنسمي ده الشكل ده كده بنسميه الو تترابلويدي، يعني رباعي مختلط جاي. الو تترابلويدي يعني جاي الاصول بتاعت التضاعف حصلت من كائنين او من تو سبيشيز مختلفين، بس زي ما قلنا ممكن يكون ليهم اصل مشترك. النوع الثاني بيحصل دبلنج لنفس الكائن، يعني ما حصلش انقسام، هنشوف اسبابها دلوقتي. وحبه لقاح مثلا ما حصلش انقسام بشكل كويس، طلعت حبه لقاح 2N مع بويضه برضه ما حصلش فيها انقسام بشكل كويس، فطلعت بويضه 2N، فالاثنين اجتمعوا وكونوا زيجوت 4N، وال 4N دوت ابتدى يتكاثر وهكذا. دي في الحاله دي بنسميها اوتو تترابلويدي، اوتو تترابلويدي يبقى رباعي ولكن من اصل ذاتي. ممكن تكون حبه لقاح 2N وارتبط مع حبه لقاح عاديه 1N، فبالتالي بيكون ترايبلويدي، ترايبلويدي او ثلاثيه. بالتالي في اكتر من شكل ممكن يحصل، يا اما يكون متعدد المجموعات ده من اصل واحد زي ما قلنا زي ترايبلويد اي 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 مثلا، من نفس المجموعه حصل فيها تضاعف 3 مرات او 4 مرات اوتو تترابلويدي، او من ال طلعت الالو تترابلويدي انه تاخد من مجموعات مختلفه، يعني من كائن او سبيش وكائن تاني سبيش، وحصل ما بينهم تزاوج ما بين ما بين البويضات والجامدات بتاعتهم، وطلع الالو تترابلويدي او المختلط في ضعف كروموسومي ولكن مختلط. لكن دايما بنلاحظ ان اللي بيحصل ما بينهم الالو تترابلويدي بالذات بيحصل ما بين كائنين لهم اصل وراثي او تطوري مشترك. التعدد المجموعي في الحيوانات، طبعا بنشوف البوليبلويدي ان انيمالز نادر جدا، نادر الحدوث مش كثير، ولكنه بيحدث. وجمبري البحار المالحه دوت احد انواع الحيوانات القليله اللي بتحمل تضاعف الكروموسومي، وبتنشأ عاده بالتولد الذاتي التولد العددي، وذلك اللي بتعد عن مشاكل ناجمه عن تكوين الغير طبيعي للجاميطات. وهو ده اللي احد الامثله الواضحه في الحيوان، الامثله مش يعني قليله في البوليبلويدي في الانيمالز او في الحيوان. التعدد المجموعي في النبات ده امثلته كثيره جدا، وكثير من النباتات سواء اللي بتنتج دلوقتي صناعيا او في الطبيعه نشأت عن البوليبلويدي او التعدد المجموعي في النبات. وده في نوعين، تضاعف الخلايا الجسميه والخلايا الجرثوميه. تنشا النباتات المضاعفه في الطبيعه بطريقتين، يا اما الخلايا الجسميه نفسها السوماتيك سيل، الخلايا الجسميه اللي في جسم النبات او في جسم بيحصل لها دبلنج، بيحدث انقسام ميتوزي طبعا غير منتظم مكونا خلايا بريستيميه بتتزايد مكونه خلايا بها تضاعف وهكذا وانتقل الاجيال. اما او يحدث حصل عدم يحدث عدم انتظام انتظام في الانقسام الميوزي الاول او الثاني في الخلايا التناسليه يصاحب عدم انفصال الكروموسومات، يعني اما يحصل في مرحله في الخلايا الجسميه واللي هيحصل فيها دبلنج وهكذا، او يحصل في الخلايا التناسليه نفسها وتكون جاميطات متضاعفه وبالتالي تتحد مع جاميطات اخرى متضاعفه وتكون كائن يحدث فيه انواع من التضاعف. هناخد بناء على مصادر الكروموسومات زي ما اتكلمنا، يوجد نوعين اساسيين من حالات تضاعف زي ما وضحناها في الصوره اللي فاتت، يا اما التعدد المجموعي الذاتي اللي احنا بنسميه اوتو بوليبلويدي، يعني يكون مصدرهم واحد زي ما وضحنا في الصوره السابقه، ان يكون المصدر بتاع التضاعف من نفس الكائن او من نفس السبيش او من نفس النوع، او تضاعف مجموعي او تعدد مجموعي خلطي، يعني يكون الـ 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 من نوعين مختلفين. امثله للتعدد المجموعي الذاتي اللي هو البوتيتو، البوتيتو اوتو تترابلويد يعني رباعي 4N من نفس المجموع حصل تضاعف وبالتالي اوتو تترابلويد، بنسميه اوتو تترابلويد او تضاعف مجموعي ذاتي. مثال التاني البنانة، الموز اوتو ترايبلويد، ده ثلاثي المجموعة الكروموسومية ولكن حصل تضاعف المجموعي الذاتي، بنسميه اوتو تترا اولي بولي اوتو بوليبلويد. هنا الالو بوليبلويد اللي هو تضاعف المجموع الخلطي اللي خد زي ما قلنا من تو ديفرنت سبيشيز او انواع مختلفه وغالبا بيبقوا لهم اصل تطوري واحد، الالو بوليبلويدي زي الويت زي القمح
وده قالوا هيكس بلويد في مجموعات، في 6 مجموعات، وفي زي البينات اللي هو الفول السوداني ده برضو قالوا تيترا بلويد ده رباعي 4N، لكنه برضو مختلط. الاصل اللي عمل البينات او الفول السوداني نوعين مختلفين من نبات حصل ما بينهم التهجين وانتجوا البينات. وفي طبعا ويحدث تعدد ذاتي زي ما قلنا تكرار نفس الجينومات في النبات، ان 1+N2، بينما يحدث ضعف الخلط الهجيني لما بتتابع جينومات مختلفه في النبات، ده زي ما قلنا. وانا وضحنا في مثال هنا للتترا بلويدي العنب اللي بنشوفه الكبير دلوقتي اللي موجود في السوق، الدايبلويد بيبقى شكله كده وحجمه بهذا الشكل اللي هو الثنائي العادي. اما لما كبرنا المجموعه الكروموسوميه او عملنا دبلنج فيها طلع العنب اللي بيبقى حبوب اكبر شويه في الحجم، ده العنب اللي دلوقتي بيسوق في الاسواق بشكل كبير. طيب في النباتات الحيه يصعب على التمييز بين نوعين من التعدد المجموعي، لو انت شفت النبات كنبات بيبقى صعب ومتعرفش اصل التغير جاي منين، هل هو تغير مجموعي ذاتي ولا خلطي، يعني هل التعدد اللي حصل في المجموعة الكروموسومية ذاتي ولا خلطي. لو ما كانش عندنا معلومات كافية عن تاريخ الاسلاف، يعني ما عندناش، مش عارفين المجموعة الكروموسومية الاصلية كانت ايه وبالتالي اتغيرت لايه، لو عندنا هذه المعلومات هنقدر نعرف انه ذاتي ولا خلطي، انما بالنظره كده ما نقدرش نعرف ان هذا التضاعف حصل نتيجه تضاعف ذاتي لنفس المجموعه الكروموسوميه ام خلطي من مجموعات كروموسوميه مختلفه. من ضمن الحاجات اللي بتوضح لي او بيبين لي ظهور ديت حدوث التضاعف المجموعي البوليبلويدي، وجود الكروموسومات الايه الرباعيه اللي هي الكواتري فيلنت في الانقسام الميوزي بيشير وجودها الى التعدد الذاتي، يعني اول ما بنشوف كواتري فيلنت بنعرف ان في ده تعدد ذاتي. والانعزال غير متساوي للكروموسومات في الوحدات الرباعيه يفسر سبب كون النباتات المتعدده ذاتيا تكون عقيمه بدرجات مختلفه، يعني النباتات دي غالبا بتبقى عقيمه وبيبقى التالي عايز اذا كانت بتفيد لها فايده اقتصاديه بتكون من الافضل تكاثرها خضريا لانها اذا كان ليها فايده اقتصاديه. وبالتالي فاحنا فدي من ضمن الحاجات الكوادري فيلنت او مجموعات الوحدات الكروموسوميه الرباعيه احد الاشياء اللي بتجعلنا نلاحظ او نعرف حدوث هذه التضاعفات. وقلنا لو بتبقى طبعا بتنشأ الحاجات الرباعية دي نتيجة وجود 4 كروموسومات ومسببة تعقيدا في خواط الانقسام وتكوين الجامطات غير فعالة او زيجوتات غير حقيقية. واجب ذكر ان التوزيع الغير متساوي للكروموسومات ليس هو السبب الوحيد لعقم مثل هذه النباتات، مش بس ده كان السبب مش العقم فقط، ولكن الانفصال الغير متساوي برضو unequal disjunction يحدث ايضا بالاضافه الى ظواهر اخرى تمثل اسبابا هامه للعقم. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي بتسبب عقم هذه النباتات انها بتكون في 4 كروموسومات او 4 مجموعات متشابهه، وبالتالي بيحصل ما بينهم تكوين حلقات كده او بيرتبطوا ببعضهم وبيحصل عدم انفصال بشكل متساوي، وهذا ما يسبب عقما لهذه النباتات غالبا. احد امثال نباتات ثلاثيه المجموعه الكروموسوميه اللي هي ترايبلويد بلانتس، وتنشا دايما الترايبلويد يعني بيبقى مجموعه تنشا غالبا من تكون نبات عادي ثنائي بيطلع جميطة 2N، نبات رباعي اسف هيطلع جميطة 2N وهتتحد بجميطة عادية اللي هي 1N، يبقى النبات كان حصلته ضعف رباعي 4N مجموعته هيطلع جميطة هيطلعها 2N، والجميطة 2N دي هتتحد بجميطة 1N، وبالتالي هتبقى النبات الناتج من تزاوج 2N زائد N هيبقى 3N، وبالتالي ده نبات ثلاثي المجموعة. ثلاثية المجموعة دي لا تتكاثر أو تستمر نتيجة عدم انتظام الميوزي اللي بيؤدي لضعف الحيوية والعقم، وبالتالي ما بنشوفوش كتير بيحصل له انتظام. ولكن في نباتات كثيرة زي ما قلنا الموز ثلاثي المجموعة وتكاثره غالبا بيكون خطري. توزيع الكروموسومات أثناء الانقسام الميوزي بيؤدي إلى
تكوين جاميطات بتختلف في عدد كروموسوماتها بين ان و2 ان. يعني هنا الجاميطات بقى التلاته ان لو حب يتكون هيكون جاميطه ان او 2 ان. ولهذا بقى ان ثلاثيه المجموعه كلها عقيمه بس لها مثل اي نباتات متعدده المجموعه بعدد فرديه زي 5 ان او 7 ان وهكذا. وبالتالي ما بنشوفش فيها نباتات تكون خصبة أو كده، غالبا ما بتكون عقيمة زي ما قلنا بسبب حبوب اللقاح اللي بتبقى غير متزنة. في حالة النباتات اللي بتكسر جنسيا يمكن المحافظة على النباتات ثلاثية المجموعة إذا أمكن إكسارها خضريا. يعني زي ما قلنا قبل كده انه ان عايزين اذا كان عاجبنا هذا النبات وعايزين نكسره بنكسره عن طريق التكاثر الخضري. الموز طبعا ثلاثي المجموعه بيتم اكساره خضريا، كما ان بعض اصناف التفاح والكمثرى الاوروبيه بتكون ثلاثيه المجموعه برضو اكسارها بيكون خضري. توليف ثلاثي المجموعه الكروموسومية تاتا ان يمكن اكساره ايضا بالابصال وبالبطيخ اللابذري اللي هو البطيخ اللي مفهوش بذر اللي موجود في سوق، وبعض الفاكهة اللابذرية عادة ما تكون ثلاثية المجموعة. دي برضو من احد الامثلة اللي موجودة في السوق اللي احنا ممكن نشوفها وتكون ثلاثية الايه المجموعة. وممكن نعمل احنا التضاعف الكروموسومي اذا كنا عايزين، وده احنا بنعمله كثيرا عن طريق استخدام الكولشسين. يعني عمليا ممكن يؤدي لان هذه النباتات غالبا اللي فيها تضاعف مجموعي بتكون ذات اهميه اقتصاديه كبيره، بتبقى اكبر حجما، انتاجيتها عاليه وهكذا. فبنعمل هذا التضاعف المجموعي عمليا باستخدام الكولشسين زي ما بنشوف النبات العادي او الخليه العاديه اللي فيها ان. هذه الكروموسومات بيحصل هذه مجموعه فرديه من الكروموسومات بيحصل لها تضاعف ثم يحصل انقسام في الانافيز، يحصل تباعد ثم تطلع خليتين كل خليه فيها مجموعه كروموسوميه متشابهه. ده اللي بيحصل طبيعي. ولكن لما بيحصل نستخدم الكولشسين ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان مجموعه ان بيحصل لها تضاعف، بس هنا الكولشسين بيعمل على عدم تكون خيوط المغزل، بالتالي مش هيحصل ذهاب للاقطاب ولا انفصال ما بين الكروموسومات المضاعفه، وبالتالي نو كروموسوم موفمنت، مش هيحصل اي تباعد في الانافيز، وبالتالي الخليه الناتجه مش هتبقى خليتين بقى، هتبقى خليه واحده فقط فيها بدل ما كان فيها ان هتبقى فيها 2 ان، وبالتالي هتطلع زيجوت في 2 ان. وهو دوت الطريقه المعمليه عشان نقدر نكتر بيها او نعمل نباتات مضاعفه. يبقى دي احد الطرق المعمليه هو استخدام الكولشسين لكي نستطيع معمليا عمل نباتات متضاعفه في المعمل للاستفاده منها. هنا في موقع اسمه بوليبلويدي بورتال. البوليبلويدي بورتال دوت هذا الموقع بيلخص او بيبقى مهتم بسرد النباتات التي حدث ليها تضاعف في الطبيعه واشكالها وانواعها في الطبيعه واسمائها وهكذا، وما هو الجديد فيها والاديوكيشن. فينصح بالمهتمين بالبوليبلويدي او تضاعف المجموع الكروموسومي في الطبيعه ان يخش هذا الموقع ويشوفه. يبقى هنا اتكلمنا على تعدد احد الطفرات الكروموسوميه وهو التعدد المجموعي، وسواء كان ممكن يبقى هابلويد او ممكن يبقى تترابلويد او ترايبلويد او هيكسابلويد او انواع التضاعفات المختلفه للمجموعات. ودي احد الطفرات المهمه جدا، وممكن زي ما قلنا الطفرات ممكن تكون ضاره او تكون نافعه. فبنشوفنا ان ممكن هذه الطفره التعدد المجموعي دوت بيكون نافع في النبات، بيدي نباتات اكبر حجما وانتاجيته اعلى وهكذا. ان شاء الله نلتقي في محاضرات قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.